عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين من ذريتك وبنيك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل قريب يا مظلوم كربلاء. أنا ناعي قتل الطف لا زلت ناعيا تهيج على طول الليالي بواكيا. أعد ذكرهم في كربلاء إن ذكرهم طوى جزعا طي السجل فؤاديا. ودع مقلتي تحمر بعد بيضاضها بعد رزايا تترك الدمع هاميا. ستنسى الكرى عيني كأن جفونها. حلفنا بمن تنعى ألا تلاقيا وتعطي الدموع المستهلات حقها. محاجر تبكي بالغوادي غواديا. قلبي أجابك وانفطر وانتفجر دموع. سمعي بسماع مصيبتك والنوح كل يوم. عيني أجابت واهملت منها الدمع دوم. قلبي وهواي وياك والمهجة شعلتنا. كعبة الشيعة مصيبتك فت الجلامي. ذاك العزيز شلون يبقى بحرة البيت ومن حول جسمه مصرع ذيك الأماجيل. دمهم غسل وجفانهم سافي من الغبار. الله يا شيعة الكرار ما فيكم حمية. ما كان أخذت جفار رحت الغاضرية. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أفلح من يصلي على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دان الله وأنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك المظلومين المضطهدين. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا
الله، صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين. السلام على الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أولاد الحسين. يا ليتنا سادتي كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ذاك المنال أن ذلك يحصل يا غريب يا غريب يا غريب يا مظلوم كربلاء. لست أنساه مفردا بين جمع أبرزوا فيه كامن الأحقاد يحطم الجيش رابط الجيش حتى صبغ الأرض من دماء الأعادي. وإذا بالنداء عجل فلبى فهوى للسجود فوق الوهاد. عجبا عجبا للسماء لم تهوي حزنا فوق وجه البسيط بعد العماد. عجبا للجبال كيف استقرت ونظام الوجود تحت العوادي. عجبا للنجوم كيف استنارت لم تغب بعد نورها الوقادي. ومثير الأشجان رز الأيام منوعة بالصهيل صوت الجوادي. برزت للقاء تعثر في الذيل وكان الدموع شبه الغوادي. فرأى سرجه خليا فناديت تلك ووالدي وذي وعمادي. وغدت والها بغير شعور نحو مثوى بقية الأمجاد. فرعين بالصعيد ملقا حماها الشمس صبره خيول الأعادي. فدعت والجفون قرحا وفي القلب لهيب من الأسى ذو اتقادي. أحم الضائعات بعدك ضعنا في يد النائبات حسرى بوادي. ورمل على الجاسم ودلتم صدرها نادي عروسك بن سعد يبني أسرها. وانت طريح جثتك ما حد قبرها مدلل يا عقلي وجثتك تبقى رمية
قلها ضعيف الصبر وادعيني وجمعي وسادة من الترايب والسديني يا والدة شق بريح ولحدي صاحت شبيدي والعدد أن المطية يا ابني يا ابني ضعيف وذوب القلب مصابا بعدك شباب وما يتهنيت بشباب الريس يا ابني ومن دمه نحرك خباباك شخصك قبال يلوح كل صبح ومسي ولكنما الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال مولانا الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه وحق ولدك عليك أن تعلم أنه منك ومضاف إليك في عاجل الدنيا بخيره وشره وأنك مسؤول عما وليته من حسن الأدب ولدلالته على ربه عز وجل والمعونة على طاعته فاعمل في أمره عمل من يعلم أنه يثاب على الإحسان إليه ومعاقب على الإساءة لديه لقضاء الحوائج وشفاء المرضى وتعجيل الفرج. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. ثاني يغفر الله لكم. على حب الزهراء الثالثة. وارحمنا بمحمد وآل محمد وثبتنا على ولايتهم والبراءة من أعدائهم يا كريم. غدا موضوع التواصل بين الأبناء والآباء مشكلة حقيقية ولعل السبب متعدد. البعض يقول أن السبب هم الآباء والبعض الآخر يقول لا هم الأبناء، لكن مشكلة موجودة. كيف يمكن للإنسان أن يجعل بينه وبين أبنائه حلقة الوصل متصلة؟ ده أمر ضروري. لذلك نحن أيضا نتوقف عند كلام مولانا الإمام السجاد سلام الله عليه ثم نشير إلى بعض الخصائص الطفولية
ثم نعرج على بعض الإشارات في هذا المجال. مولانا الإمام زين العابدين عليه السلام يقول: وحق ولدك عليك أن تعلم أنه منك ومضاف إليك. ماكو أحد يتبرى من ابنه مهما بلغت النتيجة، يقول هذا ابني. هذا الرابط القوي الذي لا يمكن لأحد أن يتخلى عنه أو يحاول أن يفصل العلاقة بينه وبين ابنه. علاقة موجودة. إمام السجاد سلام الله عليه يقول: اعلم أنه منك ومضاف إليك. يقول فلان ابن فلان. ومضاف إليك في عاجل الدنيا بخيره وشره. لطيف. إمام السجاد سلام الله عليه جاي أسس إلى شيء أنه أنت هذا الإبن مضاف إليك، هو منك في عاجل الدنيا، في دار الدنيا يعني، بخيره وشره. إن كان زين وصالح ويعمل الصالحات وعنده نشاطات وترتيبات يا رب العالمين، يعني رجل صالح، هذا زين لك بلا شك، زين للعائلة، زين للأب، الأب يفتخر به، يرفع رأس به. وشره أيضا، لكن إذا كان غير صالح يقدر أيضا يتبرم منه ويقول هذا مو ابني. لا، على حسب تعبيرنا اللزقة لزقة صايرة، إن هي جيدة جيدة ومن جيدها من نفس الشيء، ما تقدر تتخلى عنه، ما تقدر تقول هذا لا مو ابني، هذه مي بنتي، ما يصير. هذه الإنسان لازم يتوقف عندها. وأنك مسؤول عن، احنا قلنا البارحة أن الأب مسؤول، الأم مسؤولة. لا يقول أنا مسؤول، إمام زين العابدين يقول: أعلم أنك مسؤول أما أوليته من حسن الأدب. أعطيته أنت من أدب؟ علمت أنت من علم؟ شنو أعطيته من أخلاقيات؟ هذا يرجع لك ثمرة شجرة. هذه شجرة، شما تكون هذه الشجرة؟ وأيضا إذا أنت وجهت إلى العمل الصالح، إلى عبادة الله، إلى طاعة الله، هذا شيء جيد، شيء ممتاز. وأنك مثاب على أدبه، مجازى على تربيته. الله سبحانه وتعالى يجازيك على ما تصنع من توجيه ومن تعليم ومن تهذيب. وأيضا في مقابل هذا أنت أيضا معاقب على إهمالك. أيضا إنسان مسؤول، ما حد يقدر يقول أنا مو مسؤول. لذا يجي يقول بأنه شوف مرحلة الطفولة تتميز بميزات عديدة لازم احنا نفهمها حتى نبني عليها، لا نجي نعطي احكام على وفق غير المعرفة. اذا اعطينا رؤية او حددنا عمل او اعطينا نظرية على وفق غير المعرفة ما تصح، ما تنتج. عندنا الإنسان في طفولته من السنة الأولى إلى السنة السادسة هذه تتميز بميزات. من هاي الميزات التي تمتاز بها أن الطفل في هاي المرحلة تشوف نشيط جدا، حركي حركي جدا. تقول لي أريد من عندك دقيقة واحدة تقعد، ما يقعد.
قول لي بعطيك انا مبلغ مال بس اريد من عندك دقيقة واحدة تقعد. ما يقعد. هاي المرحلة الطفل نشيط فيها. دعم شو تحرك. وانتم تشوفون الاولاد في بيوتكم. تريد دقيقة واحدة خمس دقائق قعد ما يقعد دائما يتحرك رايح جاي طالع صاعد. هذه شغلة ما عنده حركة. او يعبث بشيء. هاي بعض الناس يقول هذا ولدي ما يقعد ما ادري ايش فيه يروح يسوي له احجاب يروح يسوي له كذا يروح يسوي جامعه. لا يا اخي هاي طبيعته هاي طبيعته هالشكل هو. بس لان احنا ما نفهم احنا ما نشوف اولادنا ولدنا عندنا شوي حركه زين نشيط يتحرك زايد قول هذا لا ولدي مو على بعض يعني لازم اسوي له شيء فيروح اذيب هالجامعه بحجبه ما ادري يدرعون اليه ما ادري شنو يسوون اليه يأذوه وما في شيء. هي طبيعه حتى انت يوم كنت هالعمر هذا نفس الشيء نفس المعادله. هاي المرحلة مرحلة نشاط عنده وحيوية. انت لازم يكون عندك معرفة حتى ايضا تتعامل وياه على وفق هاي المرحلة. مرحلة النشاط والحيوية والحركة. حركة المستمرة عنده. ما يعرف يقعد. فلازم تفهم الموضوع. مو رأسا تروح لفلان وعلان ذاك اللي يسوي قراطيس وذاك اللي يسوي حجبة وذاك اللي يسوي لا ما لي داعي هذا ما لي داعي. هاي مرحلة طبيعية بالنسبة للنشاط إلى عنده. عندنا أيضا هاي المرحلة عند الطفل عند حب التقليد. حب التقليد يقلد يقلد الأصوات قلد المشي اي شيء يشوفه يحاول يقلد مثله. هذا عنده طبيعة. هاي خصلة من خصال هاي المرحلة موجودة لازم انت تفهمها ايضا. لذلك كون دقيق في معاملتك معه لانه يقلد. مو اذا جاء واحد يضرب الباب وانت ما عندك خلق تطلع اليه روح تقول له ولدي يقول له نايم انت انت نايم قاعد طالع تلفاز زين او قاعد مثلا تشرب ماي او تاكل شيء تقول له لا قول له نايم. ترى الابن يقلدها هالمرحله يحب التقليد باكر ايضا يتعامل نفس النفس ونفس الطريقه ونفس الاسلوب. عندنا ايضا من هاي المرحلة من ضمن الخصائص ايضا عند جنبة العناد. العناد اذا تقول له تعال سوى هالشكل ما يسوي يعاند. بعض الاباء اذا شاف ابنه زين بهالشكل اما يضربه او يسبه او يشتمه زين او يتعامل وياه بقسوة. وبعض الاحيان هم يدب على حكايات ويا حلاوه زين ما طاوعني يا كذا لا يا طبيعته. في هالمرحله هذه عند حب العناد عاند. واذا تريد تعرف هذه عند الاولى اخذ من عنده شيء وحاول انه تراددة نفس الشيء يعصب وياك انت هم سوون معصب نفس الشيء شوف ما يوصل لحد هو. ليش عنده هاي المرحلة مرحلة عنادية. ولذلك انت ايها الاب لازم تعرفها ان هذه خصلة من خصال هاي المرحلة. هاي بعد فترة تروح من عنده حتى النشاط الحيوية والحركة الزايدة بعد فترة تروح من عنده لان هاي لها مرحلة من السن الاولى او السنة الثانية الى السنة السادسة شوف هالشكل من يظل يمشي او كذا الى السنة السادسة عندها الشكل. يمكن بعد شوي يتجاوز لانه شنو لانه هذه مرحلة عند من خصائصها انه يعاند انه يتحرك كثير انه يقلد. بعد
عندنا من ضمن هذه المرحلة من خصائصها أيضا أنه يحب التشجيع داخله، يحب واحد الشجعة. كل ما أنت شجعته هو يستانس، يعتز، يفتخر. هذا طموح موجود عنده. هو الكبير يحب أن يشجع، فكيف الصغير؟ الصغير من باب أولى. هاي المراحل أو هاي الخصال إذا أنت نميتها بشكل، تعاملت إياها بشكل إيجابي، تزرع الثقة في نفسه. وإذا زرعت الثقة في نفسه بلا شك باشر هذا الإنسان اللي تشوفه صغير وقدراته بسيطة، باشر تشوفه يأثر على هلقة إنسان. هاي الحركة اللي صارت في مصر، هذه الحركة الثانية اللي يسمونها حركة التمرد، هذه أسسها واحد الآن عمره أقل من 30 سنة، أقل من 30 سنة. إيش هاي الطاقة اللي عنده؟ هذه كلها من الثقة في النفس، ثقة في النفس. بعد من ضمن الخصال عنده في هالمرحلة حب التنافس، حب ينافس. فلذلك انت اذا عرفت هاي الخصال الاربع عندك في الابن، اعرف شلون تتعامل وياه وشلون تتعاطى وياه، حتى على اساسه زين تبني علاقتك معه. بعد عندنا جنب من الجوانب هاي المرحلة، المرحلة هذه دقيقة جدا جدا دقيقة. أنا اليوم حديثي مع الآباء لأنهما البناء الأول وهم المنطلق الأول، هم المربين، هم المعلمين، زين هم اللي قدوة يكونون لأبنائهم. فلذلك الليلة هاي كلامي صوبهم وياهم، أنا وياكم، لأن إحنا لازم نكون بالمستوى حتى نقدر شنو، نقدر نعطي للآخر. لأن إذا كان ما عندنا وما عندنا قدرة، فاقد الشيء شنو؟ ما يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. هاي المرحلة تحتاج إلى شنو؟ تحتاج إلى 4 أمور. أول الأمور أن تعزز جنبة الحب في قلبه. إحنا ليش عندنا بعض الحالات موجودة الآن؟ بعض الأبناء يطلع من البيت باليوم باليومين، زين لا أبو يدري عنه، لا أم تدري عنه، لا أخوان يدروا عنه، وين ما أدري. ليش يطلع من البيت بهالمدة الطويلة هذه، 3 أيام 4 أيام يطلع؟ ليش؟ الإنسان لازم يسأل نفسه ليش. حتما أكو هناك خلل موجود، وإلا لو كانت العلاقة قوية بينه وبين أبي على الأقل رفع التليفون قال سلام عليكم يبا أنا في المكان الكذائي. أما يطلع ما حيدرى عنه، أو يجي مقدار يشرب ما يطلع، أو ينام ليه ساعة ويطلع، 24 ساعة ما موجود في البيت. أكو خلل موجود، لازم الأب ولازم الأم يجون يقعدون. أكو بعض الآباء والأمهات إذا أرادوا يبنون أو يعدلون في البيت يسوون لهم جلسة، إنه وش نسوي إحنا في هالبيت؟ عندنا نريد نعدل أو نريد نبني، شلون نسوي؟ شو نسوي؟ شنو الأفضل أشياء نجيبها؟ يقعدون يطرحون أفكار. تعال في مجال التربية أيضا اقعد وياها وسولف شنو طريقة التعامل مع ابننا، شلون نتعامل وياها. أما إذا بعد صار ما بين الأب وما بين الأم ها عنصر انقطاع أو عنصر احتكاك، وتسمع الصراخ والعياط والضرب، هذا بعد مصيبة.
مشكلة كبيرة. هذا يا ابن يطلع فيها الجو صالح بقدرة الله، ولا الجو هالشكل ما يطلع صالح. عنصر الحب تبين إلى أنك تحبه، أنك هاي العاطفة الموجودة عندك شبحها إياه، حتى لا كل إنسان عندها الغريزة باكر يروح إلى أي شخص، إلى أي إنسان، إلى أي صديق ويرمي حبه عنده هناك. أنت حاول أن تمتلك الحب الذي موجود لديه. هذه واحدة. ثاني أيضا يحتاج إلى الآمن، يحتاج إلى الآمن. الأمن معنى أنه يرى أباه وأمه على وفاق، مو على خلاف، مو دائما نزاع ودائما عركة ودائما عيار ودائما مسابق ودائما شتايم ودائما عيار ودائما كذا. هذا الجو جو مشكل وياه. حس بالأمان في كنف أبيه، في كنف أمه، فإذا شعر بالأمان بعد ما يعطي مكان آخر، ها، مجال إلى أنه ينتقل إليه، وهذا موجود لأنه يستشعر فيه المحبة ويستشعر فيه الأمن والأمان. عندنا أيضا جنب أخرى هو جنبة النجاح. دائما شجعة على النجاح، اخلق إلى أشياء اللي هو يحس فيها أنه فعلا جاي. أنا أغبطكم أنتوا أهل المارخ أن عندكم مجموعة من الأولاد وعندكم نفس التشجيع، هالشيء طيب. أنا قبل الخطيب زين، دول الأولاد اللي عندهم نفس شوي يصعد منبر زين، تقول لي تعال اقرأ، ترى أكو بعض الأماكن ما يرضون من يشوفون الولد عند المنبر، قالوا لي اتباعد روح ذاك الصور. بس الشيء الزين إن نفسكم نفس تشجيعي، وهذا شيء طيب. هذا أنا أتصور إذا كان في على مستوى المجتمع الشكل، فإذا على مستوى الأسر أفضل أيضا، هناك الشيء موجود. دائما شجعة، حتى لو المرة الأولى تشوف يتلكى، والمرة الثانية شوية يغلط، ومرة الرابعة شوية يخجل، ومرة الخامسة كذا، بس أنت دائما ازرع فيه عنصر شنو؟ النجاح. لا تنجح، لا تكسر معنوياته. عندكم في هاي المناسبات جاية مناسبات احتفالية، خلوا الأولاد يلقون، جيب على المنصة وخلي اكتب له كلمة بسيطة وخليه يجي يقرأ، يقرأها قدام الناس، شجع. في البيت انت ايضا شجع، حتى لو مثلا السنة شوية علاماته ضعيفة وشوية ما ترتبت امور النجاح بالنسبة اليه، لا تكسر معنوياته، لا دائما ارفع معنوياته، حتى لو شفت ان هناك فشل لا تحبطه، دائما اعطى حالة التفوق وحالة النجاح. هذه الامور، لذلك غرس الثقة، نوصي مؤسساتنا المجتمعية، نوصي أيضا مساجدنا مآتمنا زين، يهتمون بهذا الجيل بالأولاد، يهتمون بيهم، اخلق إليهم برامج إلا بحيث أنه تشغلهم عن اللهو وعن اللعب زين، خليه يلعب لكن مو 24 ساعة ها في مجال اللعب، في مجال اللعب. وكل مرة أعطي آخرين، ترى الأولاد يجون مع بعضهم، قدمت ناس هالمرة، مرة ثانية أيضا قل لناس تعالوا، حتى لو ما جوا قل لهم تعالوا وقدمهم أيضا، لأنهم حتى يستشعرون بأنك أنت شنو أيضا تقدرهم، تحترمهم، تعطيهم ثقة. ايضا شيء اللي احب ايضا اقوله حق الاباء الكرام هو المراقبة، المراقبة
ولكن المراقبة المناصحة. أكو بعض الناس يراقب من أجل أن يعاقب، يراقب لكن من أجل أن يعاقب. أنت إحنا نطلب من عندك المراقبة من أجل المناصحة، خصوصا الآن في عصرنا اللي أكو أجهزة موجودة، وهي الأجهزة فيها كثير من الفساد والإفساد، وما أكو واحد من الآباء إلا وابن يضغط عليه أن يجيب لي هذا الجهاز. وهذا الجهاز أنت تعرف وش فيه وما تقدر تتحكم به، التحكم به صعب جدا، والكبير ما يقدر يتحكم به، فشلون الصغير؟ من باب أولى. أنت إذا جبت لي هذا الجهاز حاول أنه تراقبه، توجهه، تعلمه، تنصحه. إذا شفت أخطأ مو ضربه، مو تشتمه، مو تكسر بشخصيته قدام الآخرين، لا انصحه، نصح بحيث انه ما ينفر من عندك. ومن جانب ثاني ايضا يستشعر منك انك شنو تحب نصيحته، تحب الخير اليه. لذلك بعض الابناء يقول هذا ابوي ما يحب الخير الي، هو بالعكس، هو فاهم ابوه بالعكس. زين، ماكو اب ما يحب الخير الى ابنه، لكن لاسلوب الاب يتصور الابن انه شنو، ان اباه لا يريد الخير اليه، او الام ايضا. راقب مراقبة دقيقة، وين يروح وين يجي. اذا بعض مثلا طلع يوم كامل، ليش ما تسأل عنه؟ وينك انت؟ وينك؟ ليش ما تسأل عنه؟ أنا إخواني يقولون بأنه بعض الأولاد يطلع باليوم باليومين والثلاثة، عوائلهم ما يدرون عنهم. وين؟ ليش؟ ليش هاي الطريقة؟ ليش هذا الأسلوب؟ وين الأب؟ شنو شغل الأب؟ يأكل ويشرب وينام خلصت؟ مو هذول أولاد مسؤول، منهم مسؤول عنهم غيرك؟ إذا مضى ساعة ساعتين والابن ما موجود يسأل عنه، مو يوم ويومين. والمصيبة الكبرى مو الشكل، مو بس الأولاد، لا حتى على مستوى البنات. سمعتم قبل سنة أو سنتين أو ثلاث، واحدة مفقودة، مفقودة في وين؟ بعد ثلاثة أيام تطلع، وين؟ بين صديقتها. لا أم تدري عنها، لا أب يدري عنها، لا أهل يدروا عنها. مش صاير، وين نحن؟ في أي عالم؟ وين الأب عن هاي عن بنته؟ ليش ما يسأل عنها؟ ليش من أول يوم؟ وين بنتي؟ من أجي؟ وين هي؟ وين ولدي؟ وين الأولاد؟ الأم مشغولة بالتسموع، رايحة التسموع جاية من التسموع، والأب مشغول أيضا بطلعاته، والأولاد وين؟ ما حيدر عنها. إذا بعدين على قولتنا المصطلح العام الشعبي وقع الفاس بالرأس، زين ظل يصيح ويعيط، يا أخي هذا الصياح وهذا العياط سبب أنت، أنت عندك أهمال. منهجنا منهج أهل البيت، طريقتنا طريقة أهل البيت. لا، احنا باعتبارنا تابعين لأهل البيت، المفترض أنه نكون أفضل الناس، أحسن الناس، أتقى الناس، مفترض هالشكل. إذا كنت في الحي، إذا كنت في مجتمع، فكن أفضلهم، أحسنهم، أتقاهم، هالشكل. فالعلاقة بين الآباء والأبناء لها أساسات، الأساسات الأولية هذه. إذا الإنسان أهمل وترك الحبل على الغارب، أدى إلى أنه تكون هناك انفصال ما بين
هذا وهذا. احنا نجي نسمع الحديث اذا مات المرء انقطع عمله الا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. خب هذا الولد الصالح شلون يصير؟ ان المجتمع يصير، احنا نعرف ان المجتمع مخلوط، المدرسة مدارسنا والحمد لله زين، هم لا تعلمهم لا تربي زين، هالشكل يعني فد مباني وناس تروح وتجي، لكن المحصلة ضعيفة جدا زين. علمين مؤسسات التربوية المجتمعية هي مقدار ساعة ساعتين ما تعطي شيء. انت ايها الاب زين مسؤولا امام الله سبحانه وتعالى عن هذه الهبة، عن هذه العطايا العطية الإلهية. وتعال شوف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، شوف امير المؤمنين سلام الله عليه، هم قدوة لنا، اسوة لنا. قل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. أنت أخلق جو عبادي في بيتك، أنت أخلق جو روحاني في بيتك. ترى دول الأولاد يتأثرون، إذا ما تأثر اليوم يتأثر باكر. زين زينب عليها السلام زين، او الحسن او الحسين او ابي الفضل العباس، هذه اجواء الموجودة الروحانية العبادية العلمية هي اثرت، لذلك خلقت شخصيات كبار، شخصيات كبار تأثرت بهذا الجو. وهذا التأثر صار من خلاله صمود وقوة وعنفوان، ضاها عنفوان الرجال بل أقوى من الرجال. زينب وما أدراك ما زينب، هذه المرأة التي يقول في حقها مولاي زين العابدين عم زينب: أنت عالمة غير معلمة وفاهمة غير مفهمة. زينب عليها السلام ألقى أبو عبد الله الحسين عليها مسؤولية ضخمة جدا، وتحملت هذه المسؤولية وقامت بهذا العبء الكبير، واستطاعت ان تنجز ما عجز عنه الكثير من الرجال، ووقفت مواقف في كربلاء قبل ان تمضي الى الكوفة وقبل ان تمضي الى الشام. بمجرد ان سقط المولى ابي عبد الله الحسين عليه السلام على الارض صريعا، زينب تحملت تلك المسؤولية وقامت باعبائها زين، وحفظت عيال أخيها الحسين. يأتي شمر وعمر بن سعد وعندهم نية أن يأخذوا ما في مخيم الحسين. زينب وقفت، يعني جايين يريدون ينهبون المخيمات، يسلبون العلويات الفاطميات. زينب وقفت وقالت: دعوني آتي إليكم بما هو موجود، ما حد يدخل علينا. لكن دولة رفع الله من قلوبهم الرحمة والشفقة، فلذلك أضرموا النار في مخيمات الحسين. وقال عمر بن سعد: أشهدوا لي عند الأمير أني أول من رمى خيم الحسين. زينب عليها السلام هكذا كانت، لذلك وقف أمام الأعداء طلعت تنادي: يا زجر لا تزعجوني، ما
عمرك بالمطية والسفر لا تمحنوني، خلوا يتام حسين عندي واتركوني، امشي لحتى تروح روحي وتغمض العين، يا شمر خاف الله ولا تروع يتامى، يا شمر خاف الله ولا تروع يتامى، من غير والي باليتامى شلون ممشى، لو حاضر العباس تاج الفخر وياه، ما حد كفو منكم يقرب للسواوي، قال هين ذبح عباس وتقضت ايامه وانفضخ راسه ونهضه وخيامه، تركي الحكي وطلعي يا زينب اليتامى، والله دخلت وفرقت اشمال ويمي ولعليلها صدقت وجاذب ونينه، صاحت الحادي عزمي سوق البعين، وجثة ابوك على الثرى ضلت رهينه، متحيره انصب عزاء المظلوم فيه، حنو جرى دمعه وتحسر زين العباه، حنو جرى دمعه وتحسر زين العباه، قالها شعبتني يا عمه والألم زع، نصبي على اخوانيش عزب مجلس ابن زياه، اماني عمه بعد ابويا حسين تشكي، شبيدي يا عمه تشتكين الحال عندي، نهبوخ يا عمي وتربو بلقى خدي، للهضم والذلة يا محزون استعدي، كل العذاب يهون ندخل الدواوي، أحسين بعدك لا هنا عيشا ولا لذات مشارب، إلهنا نسألك وندعوك يا حب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين ولا